السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً اليوم راح نتحدث لكم عن الإقامة السياحية وأهم الميزات اللي يتميز بها حامل هاي الإقامة. طبعاً الإقامة السياحية هي الخطوة الأولى والأهم لتواجدك بتركيا، وأهم الميزات اللي يتميز بها طبعاً بدون كفيل يتحكم بحضرتكم، بالإضافة إلى وضع قانوني بعد انتهاء تأشيرة، وأيضاً تقدر تتنقل داخل تركيا بكل أنحائها بدون يعني تأخذ إذن من قائم مقام مثل المقدمين على الإقامة الإنسانية اليوان، ما يقدرون يتنقلون داخل تركيا الا ياخذون اذن من قائم مقام، بالاضافه الى تقدر تفتح فواتير مي وكهرباء وغاز وكافه الخدمات بنفسك، ما تحتاج اي احد، وايضا تقدر تتملك تملك عقاري وتقدر تفتح تجاره ومشاريع براحتك، وايضا تقدر انه تقدم تاشيره على اي دوله اخرى من تركيا، طبعا كانه تقدم من بلدك، بس مو يعني انه راح تنقبل التاشيره، بس نفس بلدك في حال انقبلت او لا فانت طبيعي تقدر تقدم على اي دوله اخرى. بالإضافة إلى راح تكون لك خصم على تكلفة جميع الأدوية، باعتبار أنت راح تدفع إجباري من تقدم إقامة على تأمين صحي، وبالإضافة إلى راح تكون المدارس الحكومية التركية كلها مجانية. إذا أريد نتحدث عن الإجراءات والتكلفة شقد، فذني يعني حسب معايير عدة ثلاثة اللي تعتمد على الجنسية والعمر السن، بالإضافة إلى نوع التأشيرة. طبعا إذا نتحدث عن الجنسية، فأكو جنسيات تقدر تدخل تركيا بدون فيزا، مثلا الأردن والجزائر وأيضا المغرب والعديد من الدول بدون فيزا يقدمون، ومدتهم مدة الصلاحية مالتهم 90 يوم فقط، ويقدرون أنه قبل 90 يوم قبل ما تنتهي هاي المدة يقدمون على الإقامة السياحية ويصير وضعهم قانوني. بس هاي الدول اللي بدون تأشيرة بدون فيزا تدخل تركيا راح تكون إقامتها أكثر تكلفة من الدول اللي تحتاج فيزا حتى تدخل تركيا. أما بالنسبة للسن الأعمار فثلاث أقسام، يعني الإجراءات تختلف عن القاصرين اللي من 18 سنة فما دون، فهاي يعني ذول الأعمار لازم شخص يقدم لهم على إقامة ويتكفل بإجراءات إقامتهم، ما يصير إنه بنفسهم يقدمون على إقامة. والقسم الثاني اللي من 18 سنة إلى 65 سنة، ومن 65 سنة فما فوق كل من يختلف إجراءاته وأيضا تكاليفه. طبعا شركة تركواز العقارية راح تعلن أو أعلنت عن فتح قسم خاص تتكفل بكافة الإجراءات الإقامة، إذا كانت إقامة سياحية أو إقامة طلاب أو إذن عمل وأيضا إقامة عقارية. طبعا اللي يحب يقدم على الإقامة العقارية أو عنده أي استفسار يراسلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتساب، وإن شاء الله نجاوبكم على جميع استفساراتكم حول الإقامة أو حول العقارات أيضا. وشركة تركواز العقارية تتكفل بكافة إجراءات الإقامة، وأيضا تقدر تحصل على المقابلة بأقرب مدة ممكنة.